مشاهدينا الكرام، سعدت صباحا اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. بداية وتحت رعاية السامية لرئيس الجمهورية، انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة، وعلى مدار يومين انطلقت الندوة الوطنية حول الدفع بعدم الدستورية من تنظيم وزارة العدل بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر. وحضر جلسة الافتتاح كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي ووزير العدل حافظ الأختام طيب لوح وأعضاء من الطاقم الحكومي. ويندرج اللقاء في إطار التكوين القاعدي للقضاة، وذلك بموجب قانون الدفع بعدم دستورية القوانين الذي يسمح للمتقاضي بالمنازعة في دستورية حكم تشريعي أثناء النظر في قضيته أمام جهة قضائية إذا ما رأى أن هذا الحكم يمس بالحرية والحقوق المضمونة دستورياً. بمراكش المغربية، انطلقت اليوم أشغال المؤتمر الدولي للهجرة بمشاركة وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. المؤتمر الذي تشارك فيه أزيد من 150 دولة عضو بالأمم المتحدة يأتي للخروج بمقاربة عالمية للتحسيس بمزايا ومخاطر الهجرة، مع الدعوة إلى تعزيز التعاون بين البلدان المعنية مع احترام سيادة كل دولة. كما سيناقش المؤتمر الذي يحضره الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس عدة قضايا تتعلق بالهجرة. في النشاط البرلماني، استأنف اليوم المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس معاذ بوشارب وبحضور وزير المالية عبد الرحمن راوية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدء. الجلسة مخصصة لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2016. بهدف تغطية السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير، تعمل مؤسسة صناعة الجرارات بسيدي بلعباس جاهدة على فرض منتجاتها من خلال الرهان على الجودة والنوعية بطاقة إنتاج تصل إلى 20 جرار يوميا. ربورتاج في الموضوع لقدور جوابية. الجودة والنوعية رهان مؤسسة فاماغ لصناعة الجرارات التي تصل طاقة إنتاجها 6000 جرار سنويا، وتقدر نسبة الإدماج الصناعي حاليا 35%. عندنا تركيب الجرارات الفلاحية من 26 حصان إلى 110 حصان على حسب متطلبات السوق الجزائرية ومتطلبات الفلاح الجزائري. الآن عندنا في نسبة الإدماج حوالي 35%. ان شاء الله في اخر العام هذا والعام الجاي ان شاء الله نحصل 45% او اكثر ان شاء الله. تغطية السوق الوطنية هدف المؤسسة الى جانب تصدير منتجاتها الى الدول المجاورة. قمنا بعملية صدرنا ديجا الى مصر العربية وثاني كذلك موريتانيا، والان ان شاء الله نفتح تفاوضات باش مع ان شاء الله تونس في جونفي القادم ان شاء الله. ثاني غادي نديروا عمليات بالنسبه لتونس، وثاني كذلك اون بريفو ان شاء الله السنغال. ست وحدات للتصنيع بالمؤسسه تشغل ما يزيد عن 300 عامل، وفي الافق مضاعفه العدد مع توسيع نشاط المؤسسه. اهتمام كبير بالقطاع الفلاحي توليه السلطات الولائية بولاية الجلفة، وذلك بفتح المجال أمام المستثمرين الخواص العينة من بلدية عين والسارة لمشروع أكبر حاضنة للحليب وطنيا صممت بالمعايير المعمول بها عالميا. ريبورتاج في الموضوع لنوال سويلح. توفير الكهرباء وتوسيع رقعة الأراضي المسقية من ضمن ما تسعى إليه ولاية الجلفة لتشجيع الاستثمار الفلاحي. الولاية تتوفر على 43 ألف هكتار أراضي مسقية، وتسعى إلى ترقيتها إلى 61 ألف هكتار سنة 2019، وذلك باستثمار فيما يخص الكهرباء الفلاحية حوالي إنجاز حوالي 2000 كيلومتر
من الكهرباء الفلاحية، وكذلك فتح 600 كيلومتر من المسالك الفلاحية، وهذا لمنح فرص عديدة في هذا المجال للمستثمرين الفلاحيين. العينة من بلدية عين والسارة مشروع بتمويل ذاتي لأضخم مستثمرة فلاحية وطنية، والتي ستكون حاضنة لأكثر من 6000 بقرة حلوب لتصل إلى 20000 بقرة بعد انطلاق المشروع. حاليا هاد القدرة هذه تاع الإنتاج تاع الحليب راح تكون بحوالي 3 مليون لتر سنويا في سنة 2019، ويعني قلت لكم كما قلت لكم في السنه ان شاء الله المقبله 2020 كي نزيدوا 10000 الاخرى راح نلحقوا حتى 6 ملايين لتر سنويا من الحليب. دراسه المشروع تمت باتقان، بدءا من اختيار الابقار التي تتماشى وطبيعه المنطقه الى استعمال تكنولوجيا حديثه في التسيير. انا في يونيتود اي اون ايت ان تران دو كونكريتيزي اكطوالمون الان يعني لو بروجي تاعنا لا بروميير فاز اللي هي يعني وفرت الاعلاف راهي كملناها، رانا راح نبداو ان شاء الله لا سومونس تاعنا في موا دو مارس هذا الجاي. المشروع جاء بعده حلول للولايه، اهمها امتصاص البطاله حيث سيوفر قرابه 200 منصب شغل، كما سيساهم وطنيا في خفض فاتوره استيراد ماده بثره الحليب بنسبه 15%. دوليا وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أسفرت المواجهات العنيفة التي اندلعت أمس بعد اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة بلدات فلسطينية أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح خطيرة. إلى ذلك حذرت الحكومة الفلسطينية من المخاطر المحدقة التي تهدد القدس المحتلة وتوسع عملية الحفر التي تنفذ تحت مباني البلدة القديمة. في تطورات الوضع بفرنسا، من المنتظر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم قادة من النقابات العمالية ورجال الأعمال فضلا عن ممثلين محليين، ومن المرتقب أيضا أن يلقي ماكرون خطابا للأمة في وقت تتواصل فيه الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد للأسبوع الرابع على التوالي. هذا وقد شارك 136 ألف شخص في مظاهرات السترات الصفراء أول أمس بالبلاد، حيث اعتقلت الشرطة أكثر من 1700 شخص. حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي نواب البريطانيين من أن رفض اتفاق البريكسيت خلال التصويت التاريخي في البرلمان المقرر غدا سيؤدي إلى خطر حقيقي يتمثل في بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وسيصوت النواب البريطانيون على معاهدة الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تم التفاوض بشأنها مع بروكسل طوال 17 شهرا، ويبدو أن إقرارها في مجلس العموم غير مؤكد بسبب الانتقادات العديدة التي تتعرض لها من قبل حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي وأحزاب أخرى. رياضة، وفي كرة القدم تجرى اليوم مباراة إياب الدور الثمن النهائي للكأس العربية للأندية البطلة، حيث يستقبل فريق اتحاد الجزائر فريق المريخ السوداني بملعب 5 جويلية على الساعة 7 مساء. اتحاد الجزائر سيحاول تدارك تأخره داخل الديار بعد هزيمته بأم درمان السودانية بأربعة أهداف لهدف واحد. كرويا دائما، أجريت أمس بالمدرسة الوطنية للفندقة والإطعام بعين البنيان بالعاصمة عملية سحب قرعة الدورين 32 و16 من كأس الجمهورية. القرعة كشفت عن مباريات مهمة في الدور 32 على غرار مواجهة دفاع تاجنانت شباب بلوزداد، وكذا لقاء وفاق سطيف أولمبي المدية من المحترف الأول والثالثة بين شبيبة بجاية وشبيبة سكيكدا من المحترف الثاني. ولحساب الدور 16 فقد كشفت القرعة عن مواجهات متوازنة وأخرى قوية وجديرة بالاهتمام والمتابعة.
بالخبر الرياضي نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا. للتواصل معنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. شكرا لكم على المتابعة. فيما يلي حصاد الصحافة.